الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها الحضور الكرام في الملتقى الثالث من ملتقيات الإيسيسكو الثقافية التي نخصصها في هذه الدورة وفي هذا اللقاء إلى موضوع في غاية الأهمية، وهو مستقبل الإعلام من الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية. وخير ما نبتدئ به آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها عليكم القارئ الشيخ محمد عمر الجعدي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة والفضيلة، الحضور الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في ملتقى الإيسيسكو الثقافي في هذا اللقاء الثالث. وقد حضرتم في اللقاءات السابقة التي خصصناها لموضوعين مهمين، موضوع الأول وموضوع التحديات الثقافية المستقبلية. وقد استضفنا معالي الدكتور عباس الجراري، ثم استقبلنا في اللقاء الثاني دكتور أحمد عبادي في موضوع كذلك من الموضوعات المهمة، وهو موضوع من حقوق الإنسان إلى حقوق الإنسانية. واليوم نحن مع هذا الموضوع الثالث، وهو موضوع الإعلام. واستضفنا شخصيات بارزة وفاعلة في حقل الإعلام، سأقدمها لاحقا، ولكن الآن أدعو معالي الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو لإلقاء كلمة المنظمة، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني التحدث إليكم من على منبر ملتقى الإيسسكو الثقافي الذي يستضيف أبرز صناع القرار وقادة الفكر في المجالات المعرفية المختلفة. ويسرني أيضا توجيه بالغ الشكر إلى الأساتذة الكرام الذين لبوا دعوتنا للمشاركة في هذا اللقاء. سعادة الأستاذ خالد المالك، رئيس تحرير جريدة الجزيرة في المملكة العربية السعودية، وسعادة الأستاذ محمد الصديق معنينو، الكاتب الإعلامي المغربي المعروف. مقدرا موافقتهما الكريمة على تشريفنا هذا اللقاء للحديث عن موضوع مهم من مواضيع الساعة، مستقبل الإعلام من الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية. كما يسرني الترحيب بكم ضيوفنا الكرام، كل باسمه ووسمه. تعتبر الصحافة المسؤولة حاملة لواء حرية التعبير، لذلك حظيت باحترام الرأي العام العالمي. لكن تحولات عديدة زعزعت هذه الثقة. ففي مجتمع المعرفة والاتصال والتحولات الرقمية المذهلة، أضحت المعلومة في قلب جميع الاستراتيجيات، وتعرض الصحفيون والصحافة والجهات الممولة لها لانتقادات واسعة، وكثر الحديث عن مناورات بعض وسائل الإعلام وتلاعبها بالرأي العام، مما أثر على السلطة المعنوية التي كانت الصحافة تتمتع بها. إن الأزمة التي تعرفها مهنة الصحافة اليوم لا تقتصر على الجانب الأخلاقي والقضايا المجتمعية، فنتيجة للتحولات التقنية الحديثة تتعرض إلى هشاشة مهنية تؤثر سلباً على عمل الصحفيين وتحتم إعادة هيكلة نظم عمل الصحافة. لقد مست التطورات التقنية قلب هذه المهنة، فالوسائط التكنولوجية الحديثة أثرت بشكل جذري على مصادر المعلومات وعلى علاقة الصحفيين بالقراء، حيث أصبح بالإمكان لأي إنسان أن يتحول إلى رئيس تحرير، إلى رئيس تحرير مدونة شخصية، أو يصبح مراسلاً خاصاً للنشرات الإخبارية. لذا أضحى من اللازم إعادة توضيح حدود المهنة ونوعية التعاقدات التي تطلبها مع القراء. إن النموذج التقليدي للصحافة لم يعد يساير التطورات الرقمية الحاصلة في المهنة، لأن مواقع التواصل الاجتماعي وأولوية اللحظة وسرعة تدفق الأخبار المتتالية قد أثر بشكل كبير على هذا النموذج. وعلى الرغم من كل هذه التحولات، فإن الصحافة مهنة فكرية شريفة تتطلب جهداً وصرامة ونزاهة وثقافة ووقتاً ووسائل مساعدة، وتساهم في بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية، إضافة إلى أنها تساهم في تشكيل الذاكرة الجماعية. وهنا اسمحوا لي أن أطرح بعض التساؤلات. هل لا تزال الصحافة هي صانعة الرأي العام في ظل التحولات الجديدة؟ وهل تساهم الصحافة فعلاً في غربلة جميع الأحداث المجتمعية وإيصال المعلومة الصحيحة وتنوير العقول؟ وهل ستصمد الصحافة المسؤولة والإعلام المهني أمام التطورات الرقمية المتسارعة وبعض مصادر الإعلام الاجتماعي الجديد التي وضعت تقنيات التلاعب بالنصوص والصور ونشر الأخبار الزائفة في أياد غير أمينة؟ لا شك أن الأستاذين الكبيرين وهم في طليعة النخبة الإعلامية في العالم الإسلامي ستلامس عروضهم التحديات التي تواجه الإعلام والصحافة، وستجيب على هذه التساؤلات بفضل ما لهم من ثقافة عالية وخبرة مؤسساتية وحنكة في إدارة الأزمات. فأهلا بهم، وننصت إليهم بقلوب واعية وأفهام متيقظة. فليس من السهل أن يستأمن إنسان غيره ويضع ثقته فيه بتخويله وظيفة إبلاغ الأخبار وتحليل أحداث الشأن العام وتبليغها بالنزاهة المطلوبة. يقول الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي المدير العام.
غالباً ما كانت الصحافة تعتبر حاملة لواء حرية التعبير، لكن مع العصر الرقمي تزعزعت هذه الثقة. ففي مجتمع المعرفة والاتصال أصبحت المعلومة كما قال معالي المدير العام في قلب جميع الاستراتيجيات الثقافية والإعلامية والتربوية وغيرها. والصحافة والصحفيون تعرضوا لانتقادات كبيرة لأن هذه الوسائط التكنولوجيا الحديثة أثرت بشكل كبير على مصادر المعلومات وعلى علاقة الصحفيين بالقراء. الكلمات المفتاح لوضع الإعلام اليوم هي المجانية والصدفة. المعلومة لم تعد مدفوعة الأجر كما كانت سابقا، كان الإنسان يقتني صحيفته اليومية أو له اشتراك في مجلة من المجلات أو يتابع نشرة الأخبار، لكن اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت المعلومة مجانية ومعروضة. فهذه المجانية لها حدود ولها شرائط، لأنه يمكن للإنسان أن يسمع عن اندلاع حرب معينة وسط صور أو ريبورتاج رياضي أو صور ومشاهد لأصدقاء في عطلهم الصيفية أو الشتوية. إذن هذه الحدود ما بين الاحتراف والمهنية مقابل الهواية تطرح أسئلة كبيرة على هذه التغيرات وهذه التحولات. كذلك ماذا يصنع إعلامي تكون 5 سنوات بعد الثانوية العامة قضاها للتعلم ولإدراك قواعد هذه المهنة الشريفة، ثم يرى أن متسلقا جديدا يحسن استعمال هذه الوسائط يقوم بنفس العمل بطريقة وبشكل مجاني؟ هل يمكن لصحيفة تنشر إعلانات مثلا لشركات معينة أن تكتب عنها مقالات نقدية عن صفقات مشبوهة؟ هذه أسئلة جوهرية تطرحها ويطرحها الرأي العام اليوم أمام الصحافة. هناك حاجة كبيرة إلى الإعلام، هذا أمر ضروري. القارئ دائما يبحث عن الإعلام النزيه، الإعلام الذي يقوم بعمله، ومستقبل الصحافة كما نراه يكمن أساسا في هذه الاحترافية بتقديم إعلام مهني متكامل ونزيه. إن الذي ينشئ الحاجة أو المهنة هو الحاجة، وهناك حاجة اجتماعية وديمقراطية إلى الإعلام، هذا الإعلام النزيه، ولا يمكن أن تستمر هذه المهنة بالاعتماد على التطوع. هناك مسؤولية إذن على السلطات في ضمان استمرار هذه المهنة بتنظيم المجال، تنظيم مجال الإعلام وحماية قيمته المضافة. المجانية كما تعلمون مرتبطة عادة بالسطحية وعدم التحري والسرعة وعدم التدقيق وعدم التحرز، ونحن نحتاج إلى إعلام مهني نزيه ومسؤول. ولهذه الغاية النبيلة استدعينا اليوم شخصيات بارزة. استدعينا الأستاذ خالد المالك، هو صحفي سعودي الجنسية، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية. رجل حاز على لائحة كبيرة من الأوسمة والجوائز، وله مجموعة من المؤلفات، ويكفي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمة الله عليه لقبه بولي عهد الصحافة، كما أنه يلقب في العالم العربي بالجامعة الصحفية. فلننصت إليه ولنستمع إليه يحدثنا عن تجربته الطويلة لمدة 50 سنة، والذي تخرج عليه عشرات من رؤساء التحرير. فالكلمة إليه وليتفضل. مشكورا. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أمضيت من عمري 40 عاما رئيساً لتحرير صحيفة الجزيرة في المملكة العربية السعودية ولا أزال،
وأمضيت أقل من ذلك صحفيا خلال فترة زمنية سبقت رئاسة التحرير، ومثل مضت وانقضت من عمري سنوات الشباب بحيويته وذاكرته وتأثيره ورشاقته، ها أنا ذا أوشك أن أودع أجمل سنوات قضيتها عاشقا لبس الورق وشم الحبر وللصحافة الورقية، بعد رحلة تناغمت محطاتها بين الحب والعشق مع ما صاحبها من مد وجزر وتقلبات مثيرة، لكنها أبدا عن حبها وإيثارها وتفضيلها على ما عداها من أعمال أخرى. هذه توطئة لحديث عن مستقبل الإعلام من الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية الذي اختارته الإيسوسكو، موضوعا لمحاضرة أشارك فيها أمامكم مع الزميل محمد، تركز على تلاقح الأفكار ونشر المفاهيم والرؤى الهادفة بما ترى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أنه يزيد من إشعاعها الحضاري إلى مختلف الآفاق. وبعد ذي بدء فإن هذا الموضوع لا يزال يتسيد المحاضرات والندوات وورش العمل على مستوى العالم، ويأخذ حيزا كبيرا من المناقشات في مختلف وسائل الإعلام، ويجد فيها الكتاب موضوعا جاذبا الكتابة عنه ومتابعة لما يدور من المستجدات حوله، ومحاولة من كاتب لآخر لوضع التصور الشخصي عن مستقبل الصحافة المطبوعة مع ظهور وسائل إعلامية جديدة ومنصات متعددة وصحف رقمية في ظل تقلص حجم الإعلام في الصحف الورقية وتراجع مبيعاتها وعدم تفهم الكثيرين لإمكانية الجمع بين الصحافة الورقية والأخرى الإلكترونية. لقد ظفرت الصحافة الورقية على مدى عقود بتتويجها على عرش الإعلام المقروء، وذلك قبل أن تتغير أدوات صناعة الإعلام وقبل أن يتم توظيف التقنيات الحديثة المتطورة تباعا في تقديم ما يسمى بالإعلام الجديد أو الإعلام البديل أو الإعلام الفوري أو إعلام المواطن، سمه ما شئت، حيث ينقل للمتصفح الخبر الآلي والصورة الحية والمتابعة المستمرة لكل ما يجري في العالم مباشرة وبسرعة فائقة، مدعومة بالصوت والتواجد في مواقع الحدث، ما يعني أن الصحافة الإلكترونية تقوم بما تقوم به وسائل الإعلام التقليدي مجتمعة من إذاعة وتلفزة وصحافة ورقية، وكأن الصحافة الرقمية في حلبة منافسة معها جميعا. وقد تطلب التحول الإعلامي إلى التدرج في توظيف الإنترنت لخدمة الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية معا، حيث تمثلت البداية في إيجاد موقع إلكتروني للصحافة الورقية ونقل المحتوى الورقي كاملا كما هو إلى المحتوى الإلكتروني، وهو ما فعلته صحيفة الجزيرة التي أرأس تحريرها بتدشين موقعها الإلكتروني عام 1997 كأول صحيفة سعودية تدشن نسختها الورقية إلكترونية. وفي مرحلة ثانية ظهرت على السطح خلال شبكة الإنترنت ومواقع الصحف الإلكترونية أونلاين التي تعمل على مدار الساعة ولكن دون نسخة ورقية، وهذه ضمن منتوجات الصحيفة التي تعمل فيها كما هي في جميع الصحف السعودية. وعن صناعة الإعلام الجديد وتطوراته في العصر الحديث، برزت تسميات الإعلام الجديد وظهرت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، تليجرام، سناب شات وغيرها من التطبيقات الرقمية الكثيرة لأجهزة الجوال، فيما تسيد المارد الجديد تويتر
عرش الوسائل والتقنيات الحديثة لنشر المحتوى الصحفي، فأصبح تطبيق تويتر إعلامياً نقطة الجذب الأولى إعلامياً في العالم لسرعة بث وتلقي المحتوى الصحفي ومساحة الحرية، حيث تعمل الصحف على زيادة المتابعين لها وزيادة مستوى التفاعل مع محتواها، وثم الحصول على حصص مناسبة من الإعلان، وهي الكعكة والمحرك الحقيقي لمستقبل الصحافة والإعلام بشكل عام. هذا يعني أننا الآن أمام حالة متفردة لصناعة المحتوى وتطوره في وسائل الإعلام كافة، مقروءة أو مشاهدة أو حتى مسموعة. وستبقى هذه الوسائل مرتبطة بأهم أدوات العصر الحديث التي أصبحت في متناول كف اليد عبر تقنيات وتطبيقات الهاتف الجوال. فالإعلام يتغير وفقاً للوسائل والسلوك. أما مسألة موت الصحافة الورقية أو مواقع الصحافة الإلكترونية أو القنوات التلفزيونية أو الإذاعة أو أي تطبيق إلكتروني خاص، فهو موت للأدوات وليس موتاً للمحتوى أو المهنة. على أن سرعة نقل الخبر والحصول عليه لم يعد مصدراً مهماً لأي صحيفة كانت ورقية أو حتى إلكترونية، لكون 99% من مصادر الأخبار سواء كانت تخص كيانات أو مسؤولين أو أفراداً أصبحت في المتناول من الحسابات الشخصية المباشرة. إذ تجد على سبيل المثال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب أو نجم الكرة ميسي يبثان أخبارهما وتصريحاتهما مباشرة عبر حسابهما الشخصي الموثق في تويتر للملأ أولاً، ومن ثم تتلقفه وسائل الإعلام لاحقاً. وهنا بالمناسبة مواقع أخبارية تسبق الصحف الإلكترونية في نشر أخبارها وصورها بصرف النظر عن مصداقيتها، معتمدة فيما تنشره على سرعتها أكثر من أي وسيلة إعلامية أخرى، خاصة إذا كانت مثل هذه المواقع لا تلتزم بالمعايير الصحفية الصحيحة ولا تعطي اهتماماً للتثبت من صحة معلوماتها، متكئة على أن التشريعات والقوانين الملاحقة لم تفعل بعد بما يكفي، ربما لأن الأطر القانونية ما زالت قدراتها محدودة أمام هذا الزخم الكبير والكثير من الصحف والمواقع الإلكترونية. نحن إذن أمام صيغة جديدة للإعلام، إعلام المستقبل عن طريق استخدام شبكة الإنترنت، حيث يتم نقل الصورة والخبر فوراً ومتابعة موسعة لما يجري من أحداث على مدار الساعة عبر أحد التطبيقات. وقد أصبحت أمام كل شخص الفرصة الآن ليكون رئيس تحرير أو مراسلاً صحفياً، وهو ما يشير إلى مصطلح صحافة المواطن، حيث لم يعد الشخص قارئاً مستقبلاً فقط، وإنما أصبح الآن بفضل هذه التقنية الهائلة مرسلاً وصانع صحافة، بما يمكن القول معه إن الشخص العادي أصبح له دور حيوي لا يمكن إغفاله أبداً أو تجاهله في صناعة المحتوى الإعلامي وأغراء الآخرين للتفاعل معه في عالم مفتوح وفضاء واسع ونقلة نوعية في صناعة الإعلام الجديد، وربما وبما يفتح الطريق نحو آفاق إعلامية لا حدود لها ولا مكان ولا أزمنة محددة لها. الإعلام إذا اليوم غيره بالأمس وغيره بما سيكون عليه غدا، فنحن أمام حركة سريعة لتخطي كل ما هو بين أيدينا الآن إلى ما سيكون عليه إعلامنا غدا، إعلامنا الجديد. فالتقنية هي من تحدد المسار وترسم الطريق وتصنع الرؤية القادمة للإعلام، ولسنا كإعلاميين سوى ممارسين لهذه التقنية ومستفيدين منها في تطويع الإعلام الجديد للتواصل فيما بيننا دون أن نرتهن إلى ما كان،
فالنظر إعلاميا يجب أن يكون للمستقبل للجديد الذي سوف يجد مع عدم التفريط بما كان والاستفادة منه بقدر ما يخدم العمل الإعلامي الجديد ويقويه ويزيل عنه ما قد يرافقه من تشوهات. ومع انطلاقة الإعلام الجديد بدءا من ظهور شبكة الإنترنت في العام 1969 في أمريكا وتوسعها في تقديم خدماتها ابتداء من عام 1985 وارتباط الإعلام الإلكتروني بها وما تركته من أثر في تفعيل دور الإعلام في مواجهة المستجدات في العالم سياسيا واقتصاديا وأمنيا وغيرها، يمكننا القول إننا الآن أمام مشهد إعلامي غير عادي وأمام ظاهرة لم تحسب حتى النخب الإعلامية حسابا لما وصلت إليه وبما هي متجهة نحوه. وقد أظهرت التحولات التقنية المتسارعة أن الحكومات لن يكون بمقدورها في المستقبل التحكم في مفاصل الإعلام، ولن يكون الإعلام صناعة حكومات ومؤسسات وأحزاب، ولن يقتصر ممارسوه وصناعه على من يحصل على ترخيص من المسؤولين في دولهم. فالفضاء الإعلامي من الآن لن يرتبط بقيود ولا بقوانين ولا بمتابعة وإشراف كما هو حال الإعلام التقليدي. فقد خدمت أدوات التقنية الهائلة الصحافة الإلكترونية، فظهرت على السطح وسائل إعلام غير تقليدية وغير محدودة العدد وتتميز بتنوع خدماتها، بل أصبحنا أمام إعلام تفاعلي على مدار الساعة مع انتشار واسع وتشكيلة من الروابط وشبكات من التواصل الاجتماعي وملفات شخصية ومواقع إلكترونية ومدونات تسمح بأن يتنفس كل مستخدمها إعلاما جديدا بحضور باه ونشاط في التواصل غير محدود. وهناك اجتذاب لجمهور غير قليل إلى محتوى شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وسناب شات وتويتر وغيرها، مما أعطى وزنا ثقيلا لعالم افتراضي في الإنترنت نسبة إلى تزايد المستخدمين في تصفح صفحات هذه الروابط والتفاعل معها، بما يمكن النظر إليه على أنه إعلام الجمهور إلى الجمهور كما وصفه وشخصه بعض من يتعاطى ويتفاعل معه. ومع الإعلام الجديد وخصوصا إعلام صحافة الموبايل، أصبح بإمكان الجميع أن يكونوا مصورين وصحفيين ومراسلين وفنيين باستخدام الأدوات والوسائط والتطبيقات التي تطوعها لهم شبكة الإنترنت، وهذا ما جعل أكثرية من الجمهور يمارسون العمل الإعلامي الجديد بكل تخصصاته متفاعلين مع الأحداث والتطورات في العالم عن طريق الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية، وهو ما نراه الآن ونلمسه في تفاعل الأفراد مع الثورة التقنية التي أصبحت جزء من حياة الناس، مستفيدين من أهم ما يميز الإعلام الجديد حيث السرعة وامتلاك فرصة التجديد والابتكار والتطور والارتباط بشبكة الإنترنت في هذه البيئة الإعلامية غير التقليدية، حيث تسمح للجميع بممارسة الإعلام الجديد على نحو مختلف عما كان يتم في الصحافة الورقية وبقية وسائل الإعلام التقليدية الأخرى، ودون أن تكون هناك حاجة إلى شروط ومتطلبات تخصصية كانت ضرورية في الخطاب الإعلامي التقليدي، ودون فرز للتأكد من سلامة المحتوى لغويا ومدى صحة المعلومات وسلامة الطرح، وهي ضمن ما كانت تلتزم وتتمسك به الصحافة الورقية. وإذا سلمنا بأن من يمارس الإعلام الجديد لم يأتي إليه انطلاقا من تخصص في مجاله فإن هذا لا يعيبه، فالصحافة الورقية الأخرى اعتمدت في بدايات تأسيسها على عناصر غير متخصصة في الإعلام، ولكنها كانت عناصر تمتلك الموهبة كما هي الآن صحافة الإعلام الجديد، حيث ظهرت مواهب قادرة على تطويع التقنية لخدمة نشاطها الإعلامي.
وإن كانت صحافة الإعلام الجديد ولا أعمم ما زالت في طور التجديد والتصويب والتغيير، أحياناً بسبب تواضع مستوى الإعلاميين المنتمين لها، وأحياناً أخرى بفعل عامل السرعة في تعامل الصحفيين مع التقنيات المستخدمة في الإعلام الجديد. ولا يمكن إغفال ما يراه الآخرون من أن من بين عيوب الصحافة الإلكترونية اعتمادها على فنيين لا على صحفيين، بخلاف الحال في الصحافة الورقية، بما يفسر أنه سبب ضعف المحتوى الإعلامي فيها وارتباك اللغة التي يكتب بها محتواها واضطرارها من حين لآخر لإجراء التعديلات وإلغاء بعض الأخبار، إما لركاكة الأسلوب أو لعدم صحة الأخبار، وأحياناً للهروب من المساءلة القانونية عما تنشره. ومع هذا فإن هذه الصحافة قد سحرت الملايين من الجماهير لتمتعها بما يغري لمتابعته. إذن نحن أمام إعلام حر بامتياز وبكل المقاييس، حيث يملك كل متصحف متصفح القدرة على أن يتفاعل معه ويشارك فيه ويكون أحد صناعه، فشبكة الإنترنت متاحة للجميع للإفصاح عن كل الآراء دون قيود قانونية وبأساليب جديدة تعتمد على الاختصار والمتابعة الفورية والتعبير عنها بحسب ما يستجد من أحداث. وما زالت الفرصة واسعة للإعلام الجديد نحو مزيد من التجديد والتطوير والابتكار في عالم افتراضي. لن يكتفي بما قدمته شبكة حتى الآن، فهناك عمل جاد ونوعي لابتكارات جديدة لا نعرف لها نهاية، ولا نعتقد أن مناهر الآن هو نهاية المطاف لمستقبل الإعلام، فهناك سباق محموم وبين وسائل الإعلام الرقمي نفسها لكسب المتصفح والمشاهد وعدد المتابعين، بعد أن أتاحت التقنيات الجديدة الفرصة للجمهور ليكون أمامه عدد من الخيارات لمتابعة الأخبار والوصول إلى المعلومات، بل والمشاركة في التفاعل وصناعة الإعلام الجديد سواء من جهاز الجوال أو أي جهاز حاسوبي آخر. فالجميع أمامهم الفرصة ليكونوا إعلاميين، والإعلام الجديد وهو في طور التجديد والتصويب والتغيير أحياناً تعيبه نشر الشائعات وتفشي ظاهرة الأخطاء في كتابة النصوص، أحياناً بالخطأ في استخدام لوحة المفاتيح، وأحياناً أخرى بسبب جهل الصحفي الإلكتروني بالإملاء والنحو، وأحياناً بفعل عامل السرعة في التعامل مع التقنيات المستخدمة في صناعة الإعلام الجديد، بما جعل من بعض النصوص مليئة بالأخطاء دون أن تجد من يقوم بتصحيحها، وهذا ما يلمسه المتصفح للصحف الإلكترونية وكذلك في المواقع والحسابات الخاصة. وسيكون من المتعذر إيجاد علاج لهذه المشكلة ما لم تعتمد الصحف الإلكترونية على مؤسسات وجهاز صحفي قادر ومتمكن، لا على اجتهادات فردية ربما قاد أصحاب الحماس وأحياناً حب الظهور لإنشاء مواقع للصحف الإلكترونية، وفي هذا إفساد للذائقة حين تختلط الفصحى بالعامية أو حين يسود المحتوى ما يشوهه بكثرة الأخطاء التي أشرنا إلى بعضها. ومع ظهور عصر الإنترنت فقد عولجت في الصحافة الرقمية الكثير من التحديات التي كانت الصحافة الرقمية تواجهها، سواء معوقات التوزيع أو حرية الرأي أو في التكاليف المالية العالية التي تصاحب أصدار أي صحيفة ورقية، بينما تاح الإعلام الرقمي خيارات عدة وأنماط إعلامية مختلفة في ظل سعة دائرة هذا الإعلام وعدم ارتباطه بالمكان أو خضوعه لسيطرة الدول، لكنه ما زال في طور التشكل لشخصيته للتخلص من بعض السلبيات وتنظيفه من بعض الممارسات العبثية والحيلولة دون تشويه بمحتوى يكون أحياناً خارج السياق الإعلامي الصحيح. أنا راح أتجاوز عشان ما أطول عليكم بعض الفقرات وبدخل الصحافة الورقية. هناك من يعني يرى أن الصحافة الإلكترونية هي البديل للصحافة الورقية، مع أن الصحافة الرقمية لحد طرحها تواجه الكثير من التحديات
والتهديد باحتمال انصراف المتابعين لها بسبب إنشاء مواقع التواصل الاجتماعي وارتباط الجمهور بتطبيقاتها، وهو ما يعني أن استمرار متابعة الصحافة الإلكترونية لا يمكن له أن يتواصل بالزخم الحالي ما لم يتطور المحتوى الإعلامي فيها. وهذا يعني أهمية تحيير الكوادر الصحفية القادرة على التأثير وكسب المتابعين، وهي مسؤولية أقسام الإعلام في الجامعات التي تحتاج هي الأخرى إلى غربلة في مناهجها وبين الأساتذة أنفسهم لتواكب هذا التطور السريع في صناعة الإعلام الرقمي. فهناك حاجة لتعليم الأساليب والصيغ الجديدة التي تقدم فيها الأخبار والمعلومات إلى الجمهور، فالعالم يتغير والإعلام يتغير أيضا. أقول هذا وأنا مؤمن بأن طباعة الصحافة الورقية قد تتوقف ذات يوم، لكن الصحافة المطبوعة لن تتوقف، فهي باقية سواء بشكلها الورقي التقليدي كنسخة PDF أو من خلال تطبيق أونلاين أو من خلال خيارات وتطبيقات أخرى تستفيد فيه من التقنية العلمية الهائلة في وسائل الاتصال التي تتسارع ويستفيد منها الإعلام بوسائله المختلفة، ما سوف يفتح الطريق أمام الإعلاميين للتجديد والابتكار في تقديم صحافة تناسب الحاضر وتلبي رغبة الشباب من القراء والإعلاميين على حد سواء، ومع استمرار متابعتهم لها. وطالما أن الصحافة الإلكترونية في مرحلة لا تزال فيها تتشكل ملامحها، أي أن لم تتوقف بعد عن التطوير والتجديد ومعالجة أوجه القصور، وهو ما يمكن فهمه وتفهمه لكون الإعلام الرقمي يعتمد على نظم وبرمجيات اتصالات حديثة ويحتاج إلى مزيد من الوقت للتكيف مع خدمات شبكة الإنترنت والتحول من الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية، مستفيدا من تجربة الصحافة الورقية التي يبلغ عمرها 4 قرون، فإن هذا ربما يعطي مهلة للصحافة الورقية كي تستمر في الصدور لفترة قادمة، بدليل أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على اسم واحد للصحافة الإلكترونية، فهناك من يراها صحافة رقمية وبعضهم يطلق عليها الصحافة التفاعلية، هناك مقائل يقول إنها صحافة فورية، وغير ذلك من المسميات الكثيرة، وهو ما يعني أن مستقبل استمرار الصحافة الورقية سيظل حاضرا في المشهد الإعلامي ربما لسنوات قادمة، ولكن استمرار حضورها سيعتمد على إعادة النظر في محتواها وبما يتماشى مع الإعلام الرقمي لسد الفجوة بينها وبين الإعلام غير التقليدي الذي يتميز بالسرعة الفورية في إيصال المعلومات وسهولة النشر وصناعته بأقل التكاليف وقدرته على الوصول إلى المتلقي دون حواجز، مع تمتعه بالحرية والمرونة في النشر دون وجود مقص للرقيب أو مدعوما بتطبيقات الهاتف الجوال، ومؤثرا بمحتواه في المتصفح والمتابع بصريا وسمعيا من خلال الفيديو والصوت. هناك فرصة وإمكانية لأن يتجه الإعلام المطبوع إلى إنشاء صيغة من التكامل مع الإعلام الرقمي، بدلا من التفكير المصب على أن الإعلام الرقمي هو البديل للإعلام الورقي. في زمن الإنترنت هذا ما يشغل بال المهتمين ويحاولون من خلال المؤتمرات والدراسات البحث عن إمكانية لتحقيق ذلك، مع الاهتمام بمسألة توفير إيرادات مالية دون الاعتماد فقط على منتوج الصحافة الورقية. وأخيرا بني هذه الكلمة، وإذا كان إعلام التواصل الاجتماعي
وإذا كان إعلام التواصل الاجتماعي بمواصفاته وتطبيقاته المتعددة قد شكل تهديداً للصحافة الإلكترونية للفوارق في المنافسة لصالح الأولى، فإنه من الطبيعي أن تكون المنافسة بين الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية لصالح الأخيرة. ونبني هذا الرأي من خلال العيوب والتميز لكل صحيفة أو تطبيق من هذه الوسائل الإعلامية، وقد أشرنا إلى كثير منها، غير أن ما يمكن إضافته أن هناك مبالغة كبيرة في وصف الصحافة الورقية بالقول إنها في ساعاتها الأخيرة وأنها أصبحت من الماضي وأن شمسها غربت أو كادت وأنها إلى فول وانقراض، والقول إنها تحتضر وأنه تم سحب البساط منها وأنها في حالة موت سريري وقد أصيبت في مقتل وتمر بمرحلة الشيخوخة ومكانها المناسب في أحد المتاحف التاريخية، وهكذا من الأوصاف ما قد لا يكون هذا التوصيف دقيقا نسبة إلى استمرار كثير من الصحف الكبرى في العالم بالصدور ورقيا إلى جانب نسخة إلكترونية إلى اليوم. السلام عليكم. شكرا للأستاذ خالد المالك على هذه الورقة البحثية في هذا الموضوع الشائك الذي يسائل مستقبل الإعلام. هل سيموت الإعلام في العصر الرقمي؟ أنتم تعلمون الشعار الذي يسود بين مستعملي تويتر: غرد أولاً وتأكد فيما بعد. وقد انعطف الأستاذ على مجموعة من القضايا لا أرى وقتاً لإيجازها وتلخيصها، وأريد قبل ذلك أن أعتذر عن الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام الذي لظروف طارئة وقاهرة لم يستطع أن يكون حاضراً معنا اليوم ويقدم اعتذاره لكم. المتحدث الثاني هو الأستاذ محمد صديق معنينو، إعلامي بارز من المملكة المغربية. بدأ رئيساً للتحرير، وأولاً محرراً ثم مذيعاً ثم رئيساً للتحرير ثم مديراً للأخبار، وفي سنة 78 عين مديراً للتلفزة الوطنية. شارك في المسيرة الخضراء المظفرة وأنجز روبورتاجاً خالداً حول انطلاقتها ثم تقارير تلفزية حول مختلف مراحلها. تقلب في عدة مسؤوليات ومهام، كان كاتباً عاماً لوزارة الاتصال، وغطى مجموعة من القمم الإفريقية والعربية والإسلامية والدولية، ورافق جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه في كثير من رحلاته عبر العالم. مؤخراً منذ سنة 2014 أصدر مجموعة من المذكرات في 6 مجلدات، وهو يحكي كشاهد عصر عن تجربته وعن معايشته لأحداث وطنية ودولية وعربية وإسلامية في هذه المذكرات التي سماها أيام زمان. وهو أولاً وأخيراً ابن المجاهد الحاج أحمد معنينو الذي تربينا على يديه في مدينة سلا المباركة. أعطي الكلمة للأستاذ محمد صديق معنينو فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، أود في البداية أن أهنئ السيد المدير العام الجديد لهذه المنظمة التي تحتضن اليوم، وأن أتمنى له التوفيق في عمله، وأنا متأكد بأنه سيستمر على مسيرة الذين سبقوه في إطار التربية والتنوير والثقافة.
وأود كذلك أن أنوه بالكلمة التي ألقاها الدكتور خالد، والتي هي عبارة عن دراسة معمقة للإشكالية المطروحة علينا اليوم، الصحافة الورقية والصحافة الرقمية. وربما سأجد صعوبة في تناول الكلمة بعد هذه الدراسة التي قدمها لنا الأستاذ خالد مدير الجزيرة، يعني هنا أقصد جريدة الجزيرة ولا أقصد قناة الجزيرة بطبيعة الحال. سأتناول الموضوع بمنهجية أخرى معتمدا على التجربة المغربية في هذا الميدان، حتى ألتصق بواقع الأزمة التي تتخبط فيها الصحافة المكتوبة. الصحافة الورقية في المغرب كما تعلمون ظهرت في بداية القرن الماضي في مدينة طنجة التي كانت عاصمة دبلوماسية للمملكة المغربية، ولعل من الذكريات القوية التي احتفظنا بها من تلك الصحافة التي اندثرت فيما بعد هي أنها نشرت أول مشروع لدستور الإيالة الشريفة كما كانت تسمى المملكة المغربية في بداية القرن واستقلال المغرب. غير أن صحيفة واحدة ستكون عنيدة ستصدر إذن في استقلال المغرب، وستستطيع الاستمرار تحت الحماية لمدة 45 عاما، وستواصل مسيرتها في الاستقلال إلى نهاية القرن. هي جريدة السعادة في المنطلق والأنباء في النهاية، وقد أوقفتها حكومة التناول، أوقفها صديقي المرحوم محمد عبد المستاري اقتناعا منه بأن الدولة ليس من دورها أن تنشر الصحيفة أو تتبنى الصحافة. الصحافة يجب أن تصدر عن الأحزاب والأشخاص والجمعيات والشركات. في ثلاثينيات القرن الماضي والحركة الوطنية المغربية لا زالت جنينية، اقتنعت بأن إصدار صحف ورقية ستساعدها على التوعية والتعبئة من أجل الإصلاح أولاً ومن أجل الاستقلال ثانياً. ولعل من أبرز ما صدر في ثلاثينيات القرن الماضي جريدة عمل الشعب لاكسيون دو بوبل التي أصدرها محمد بن الحسن الوزاني. في الأربعينيات تأكد هذا الاختيار الوطني وأصدر حزب الاستقلال جريدة العلم في أربعينيات القرن الماضي، وهي لازالت تصدر إلى اليوم، أي طيلة ما يزيد بقليل عن 70 سنة. وأصدر حزب الشورى والاستقلال، الحزب الوطني الآخر، جريدة الرأي العام، وقد صدرت هي الأخرى في بداية الأربعينيات وانتهى بها المطاف في السنوات الأولى للاستقلال بعد المشاكل التي عرفها ذلك الحزب. في نفس الوقت أي في الأربعينيات أصدرت الحماية الفرنسية، أسست شركة لإصدار مجموعة من الجرائد للدفاع عن وجودها في المغرب، وكانت لسان حال المعمرين الفرنسيين الذين استولوا على أجمل وأخصب الأراضي المغربية. ولعل من أبرز عناوينها لو بيتي ماروكان ولا فيجي ماروكان. ثم استطاعت أن تواصل سيرها في الاستقلال، إلا أن معارضة قوية حالت دون استمرارها على شكلها فتم تأميمها، وهي لازالت مستمرة إلى اليوم، ولعل من أبرز منشوراتها جريدة الماتا اليومية. ومعنى ذلك أنها لا زالت تصدر على يعني مدى أكثر من 80 سنة. عندما كان المواطن يشتري جريدة والمغرب في عهد الحماية كان يعتبر ذلك عملا وطنيا وتقوية للحركة الوطنية
ومساندة للمطالبة بالاستقلال. هذه المطالبة التي تبلورت في بداية 1944 بوثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير التي قدمها حزب الاستقلال، والوثيقة الثانية التي عادة ما ننسى ذكرها، وأنا ألوم الكثير من المؤرخين لأنهم ينسونها أو يتناسونها، وهي الوثيقة التي قدمتها الحركة القومية في 13 يناير 1944. في سبعينيات القرن الماضي لم تكن هناك أكثر من 6 أو 7 يوميات باللغتين العربية والفرنسية، وهذا الإصدار المزدوج رافق التركيب العقلي المغربية واندس في المجتمع، وأصبحت شيئا عاديا أن ترى الأحزاب الوطنية تصدر جرائد بالعربية وجرائد بالفرنسية، مع أن مطالب الحركة الوطنية في بداية الاستقلال كان هو تعريب الإدارة وتعريب القضاء وتعريب التعليم، وقد نجحنا في تعريب القضاء وفشلنا في تعريب الإدارة وتعريب التعليم. في نهاية السبعينات والثمانينات ستظهر أحزاب جديدة، إما انشقاقا لأحزاب قديمة وهو مرض أصاب المغرب مع كامل الأسف، أو لأحزاب جديدة رأت أن لها أفكار ونظريات وطموحات وأطر باستطاعتها أن تدخل المجال الوطني السياسي. وتكاثرت الأحزاب وأصبحت من قواعد عملها أن كل حزب يصدر جريدة يومية، وهكذا تناسلت الجرائد ووصلت إلى حوالي 20 جريدة يومية. لماذا أتحدث عن هذه الطفرة التاريخية؟ لأظهر أن الصحافة الورقية لعبت دوراً مهماً ليس فقط في دعم الحركة الوطنية، ولكن لعبت دوراً كذلك في خوض معركة من أجل الديمقراطية والحرية والتعددية وحقوق الإنسان. إذن لها أقدام ولها جذور لا يمكننا أن ننساها أو نتناساها بسرعة بمجرد وصول هذا العفريت الرقمي. ارتفعت المبيعات في تلك الفترة ووصلت إلى حوالي 500,000 نسخة يوميا، وهو أعلى ما وصلت إليه الصحافة المغربية في ازدهارها، وانضافت إليها بعض الصحف الخاصة، وأذكر من بينها صحيفة صديقي المرحوم مصطفى العلوي الذي كان وراء يعني جريدة شخصية بمجهوده وماله ومهنته الصحفية. في بداية التسعينيات بدأت الأزمة، انخفضت المبيعات، ارتفع ثمن الورق ومواد الطباعة، قل الإشهار لأسباب اقتصادية وأزمة اقتصادية، وجدت الأحزاب نفسها أمام مشاكل، ووجد الناشرون أنفسهم أمام مشاكل، ووصل الأمر إلى جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، فقرر فوراً دعم الصحافة الحزبية اليومية بتخصيص اعتماد وصل إلى 1 مليار سنتيم، ودعم الأحزاب السياسية باعتماد وصل إلى 1 مليار سنتيم. كان هذا نوعاً من يعني الدعم السريع والفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في هذه الفترة وصلت المبيعات إلى نصف ما كانت عليه في الثمانينات، يعني نزلنا 50% من المبيعات رغم هذا الدعم ورغم رغبة في الحفاظ على التعددية. واستمر النزيف وأصبح عدد القراء قليلاً، وظهرت أزمة هي أزمة القراءة، كانت موجودة ولكن عندما قل بيع الصحف برز أن في المغرب، أنا أتحدث عن النموذج المغربي وأنا على يقين بأنه أحسن من نماذج أخرى، ولكن لا بد من القول أن هناك أزمة قراءة هنا في المغرب،
وفي الوطن العربي، والإحصائيات الأخيرة يعني أخجل من ذكرها، فقد كتبت بعض المنظمات العالمية أن العربية يقرأ 6 دقائق ليس في اليوم ولا في الأسبوع ولا في الشهر، ولكن يقرأ 6 دقائق في السنة. فكيف يمكن لجرائد يومية أن تعيش والقارئ يقرأ 6 دقائق في السنة؟ هذه أزمة كان علينا أن نواجهها، ليس بالدعم ولكن بطرق أخرى سأتحدث عنها. في هذه الفترة والجرائد الحزبية تعرف هذا النزيف، ظهرت جرائد خاصة، يمكن أن نسميها خاصة، حرة، مستقلة، المهم هي أنها غير تابعة للدولة وغير تابعة للأحزاب، وأعطت نفساً جديداً، يعني نوع من الأكسجين أدخلته إلى ميدان القراءة، وارتفعت مبيعاتها. بعض هذه الجرائد أخذت تبيع 100,000 نسخة في اليوم، يعني كان شيئاً غريباً عجيباً مدهشاً. كيف أن جريدة عمرها 50 و60 سنة لا تبيع أكثر من 10,000 نسخة يومياً، وجريدة خلقت منذ أسابيع استطاعت أن تصل إلى 100,000 نسخة؟ تغير الأسلوب، تغيرت العناوين، تغيرت الألوان، تغير الصحفيون، تغيرت المنهجية، استعادت القراءة نوع من الكثافة، وإن كانت يعني بنوع من الضعف المستمر. وظهرت لوبيات وراء هذه الجرائد، أموال وشركات وأشخاص وتوجيه وضغط، هذا معمول به في جميع أنحاء العالم. لا يمكن أن نقول بأن جريدة مستقلة بفئة، هذا لا يوجد في أي مكان، لا بد وراءها من يول، إما ظاهرا وإما سريا. في هذا العقد 1990-2000 ستحدث مشاكل إضافية أمام الصحافة الورقية. أولاً سيظهر التليفون النقال. أذكر أن أولى الهواتف النقالة ظهرت في مدينة مراكش بمناسبة انعقاد مؤتمر الجات، أي المنظمة التجارة العالمية، وأذكر أنه كان عبارة عن بطارية كبيرة تنطلق منها مجموعة من الأسلاك وتصل إلى سماعة ثقيلة بدورها. ورأى وزير الداخلية أن هذه طريقة للتواصل السريع فاشترى 20 دفعة واحدة، أي ما كان موجودا في السوق، ووزعها على أقرب مساعديه. وبما أنه كان وزيرا للداخلية ووزيرا للإعلام، فقد كان من حظي أن حظيت أنا الآخر بهذه البطارية، وضعتها في وراء السيارة ووضع للأسلاك، وكنت لا أقول فخورا ولكن مرتاحا لهذه الوسيلة، ولم أدري أنه كان أذكى مني ومن الذين توصلوا بهذه الهواتف، لأنه لم يعد يراقب وجودنا في المكتب والدار، بل حتى ما بين المكتب والدار. هكذا إذن بدأ هذا التليفون اللعين يدخل في عوالم المتابعة والمشاكسة. اليوم في المغرب أيها السيدات والسادة 40 مليون هاتف نقال، في ساكنة ما بين 35 و36 مليون من السكان، معنى حتى الرضع، حتى الذين ولدوا هذا المساء سيقدم لهم هاتف، يعني يستطيعون. أنا عندما يأتي أنا لا أفهم في هذه الدلة، يعني محافظ ويمكن أن نقول بأن فاتني الركب بكثير، أنا التليفون أتكلم والسلام، ولكن عندما يحضر حفظتي أرى كل واحد بهاتفه أو بلوحته سريعين في الجواب، سريعين في التقاط الأخبار، وما شاء الله. وهذا ليس لوحدي ولكن لكافة الحضور.
هذا الهاتف جعل من كل واحد منا صحفيا دون أن يتوفر على بطاقة الصحفي. أنا اشتغلت في وزارة الإعلام كمدير وكاتب عام، وكان لنا اجتماع سنوي نتدارس فيه لمن سنعطي ورقة الصحافة، وكان لابد من ملف ومن صور ومن عقد ازدياد ومن صوابق ومن يعني ملف ضخم. ووقعت في حياتي المهنية ما يزيد عن 30,000 بطاقة صحافة. الآن لم يعد يعني لم تعد ضرورة للحصول على بطاقة الصحافة. ما هو الصحفي؟ هو الذي يبعث الخبر، كل واحد منا يبعث الخبر. نحن هنا ربما الأخت لطيفة ستبعث صورة وتقول أنا هنا في في محاضرة في الإيسيسكو، ونحن لازلنا داخل القاعة بين التلفزيون لابد أن يمشي وأن يحمد الأفلام وأن ينتظر الثامنة والنصف وأن يقدم لقطة واحدة، بينما يمكن أن ينقل هذا المهرجان مباشرة. أنا أحتفظ بصورة في التليفون أود أن أتقاطع معكم. في جنوب المغرب في إحدى القرى منذ حوالي أظن سنة أو شيء من هذا القبيل وقعت فيضانات مهولة، وكان هناك ملعب لكرة القدم، وفوجئ الشبان وهم يلعبون بمياه جارفة بتسونامي قوي. فاستغاثوا يعني بناية صغيرة فوق سطحها، وكنا نشاهدهم يشيرون ويطلبون النجدة ولا أحد يستطيع أن يصل إليهم. ورأينا تلك البناية تنهار وتأخذهم وتجرفهم المياه. يعني هذه الصورة تعطينا جميعا فكرة عن القوة التي أصبحت لهذا الهاتف النقال في نقل الخبر والتأثير على المجتمع. سينضاف شيء آخر إلى المشكلة في تسعينيات القرن الماضي، وهو ظهور ما يعرف بالصحون المقعرة. وإن كنت أنا لا أميل إلى هذه المقعرة والقوقعة، هذه من الأمور يعني عربية، ولكن أشعر بنوع من يعني الضيق في السماع له، لنقول البارابول وينتهي الأمر. وعندما ظهر كان في مترين كبير جدا وفي يعني آلات ورأت وزارة الداخلية في هذا القادم الجديد مشكلة. هي تتحكم في التلفزة المغربية، تتحكم في الإذاعة المغربية، وفجأة سيتمكن الناس من السفر إلى الخارج بدون باسبور ولا إن ولا فيزا، ولا هم يحزنون ويستمعون إلى أفكار ونظريات ربما تكون فيها فتنة، ربما تكون فيها تحريض، ربما تكون فيها دعابة. فقرر الوزير أن يضع رسما على كل شخص يريد أن يقتني صحنا، وكان ب5,000 درهم. تصوروا 5,000 درهم منذ سنوات كان لها وزن، ورغم ذلك عاند الناس وجاءوا ب5,000 درهم ووضعوها في الخزينة وأخذوا يسبحون ويشاهدون ويقارنون. هذا المشكل، المشكل هو أنك تشاهد وتقارن ولا تعرف أن وراء التلفزات التي نشاهدها أموال ودول ومصالح ولوبيات وما إلى ذلك. وترى الناس، ترت الصحافة واحتجت، ووصل الأمر بالوزير إلى أن يقدم مشروع قانون إلى البرلمان حتى يعطي صبغة شرعية لهذه الرسوم أو الضرائب التي فرضها.
وناقش البرلمان وصوتت أحزاب الموالاة لصالح هذه الضريبة، ورفعت أحزاب المعارضة الأمر إلى الغرفة الدستورية، وإذا بالغرفة الدستورية تقول بعدم دستورية ذلك الرسم، فاستعاد الناس أموالهم وأصبح البارابول سلعة متداولة. وأظن أن المغرب من بين الدول التي تتوفر على أكبر عدد من هذه اللوحات، ويكفي أن نشاهد فوق العمارات غابات من هذه، بل أكثر من ذلك حتى في المدن التي نسميها بمدن القصدية فيها بارابول، وحتى في القرى النائية، لأن من إنجازات المهمة هي أن الكهرباء تغطي اليوم 95% من التراب الوطني والساكنة المغربية. إذن في القرى النائية ربما لا يعرفون العربية ولا الفرنسية ولا هم يحزنون، ولكن عندهم البارابول كمتنفس. كما أن الهاتف النقال لم يعد حكرا على طبقة معينة برجوازية أو متوسطة أو فقيرة، الفقير له التليفون. اسمحوا لي أن أقول لكم، أنا أخذ الخضر من منطقة في الرباط تسمى التقدم، وفي عدد من النسوان يعني يطلبون وتعطيهم درهم أو درهمين، وأنا شاهدت الكثيرات منهن يجلسن بعد العياء ويخرجن التليفون ويبدأن في الحديث. إذا التليفون أصبح جزء من المجتمع، وأصبح جزء من التأثير على المجتمع. هذا ضاعف من مشاكل الابتعاد عن هذه الصحافة الورقية المسكينة، وضاعف من النفور. لكن هذه الهاتف فيه ما هو إيجابي وفيه ما هو سلبي. ما هو إيجابي؟ وهو أنه فتح المجال أمام كل مواطنين ليعبروا عن آرائهم، لينتقدوا، ليحتجوا، ليؤيدوا، ليباركوا، ليعارضوا. أنا أعتبر أن هذه الموجة الآن هو إعلام المساكين والمستضعفين، لأن الدول استولت على الإعلام العمومي وطوعته لصالحها، وجاءت هذه الآلات لتكسر هذا الطوق المضروب على حرية التعبير. لكن في المقابل علينا ألا نغفل أن هذا يحمل أنباء كاذبة ومسا بأعراض الناس والقذف والتشهير، لأن المستعملين ليسوا مهنيين، ولا يمكننا أن نفرض عليهم ما قد نسميه بأخلاقية المهنة. اسمحوا لي أن أحكي لكم قصة قصيرة. أنا في يوم من الأيام استفقت من القيلولة كعادتي، ووجدت على الهاتف خبرا بوفاة أحد الأصدقاء، وتألمت كثيرا لأنه كان طيبا وخفيف الروح، ووجدت عددا كبيرا من الناس يعزون في وفاته ويعبرون عن الألم في فراقه. فدخلت في اللعبة وكتبت حوالي 20 سطرا تنويها وتبجيلا وفي الليل وأنا أتعشى رن الهاتف، ومن سيكلمني؟ كلمني هذا الذي قمت بتعزيته في اليوم، وكان يعني خفيفا، فقال لي: أنا أحدثك مباشرة من الجنة. وقال لي: الدنيا فارغة في الجنة والطوابير في جهة الأخرى.
هذه الهواتف النقالة تعدت القذف وتعدت التجريح وأصبحت آلة سياسية تمكنت من إسقاط عدد من الأنظمة وتمكنت من محاصرة أنظمة أخرى وتمكنت من تعبئة غير منتظرة سريعة. أنا أعطيكم مثلا في المغرب، ما دمت قد اخترت المنهجية، منذ بضعة أشهر اتفقنا في المغرب على دعوة إلى مقاطعة يعني شركة ماء وشركة حليب وشركة لبيع المحروقات. ويعني أنا شخصيا في البداية كنت أظن أن هذا كلام يعني أطفال أو شيء من هذا القبيل، وإذا بالعملية تأخذ موجة قوية عارمة وقاطع المغاربة ذلك الماء وذلك الحليب وتلك المحطات، وأصبح يشار إلى من يعني وقف في تلك المحطة كأنه خان الوطن أو خان شيئا من هذا القبيل، واضطرت المقاهي إلى جمع القنينات وتغييرها بأخرى، واضطرت المطاعم إلى إخفائها. سيتضح فيما بعد أن وراء هذا يعني عمل تخريبي تجاه الاقتصاد الوطني، ولكن في حينه الناس اندمجت لأنها شعرت، خاصة وقد قيل بأن هذا الماء يساوي كذا وهو ماء الشعب ويأخذونه مجانا ويبيعونه كذا، وقارنوا مع إسبانيا ومع فرنسا، إذا الناس شعرت بهذا النوع من يعني نوع من عدم احترام الناس وعدم احترام طاقتهم الشرائية. إذا نحن نعيش اليوم حربا إعلامية، لا أقول شيئا جديدا أو مبتكرا، يكفي أن نفتح أجهزتنا التلفزية في المساء ونستمع وسنشعر بأننا في حرب إعلامية مفتوحة عنيفة، كما أننا في أجهزة التليفون نخضع لتأثيرات قوية. لذلك نجد أن الدول، عدد من الدول عندما تشعر بأن الأمور يعني الأمور سخنت شوية وقريبة من نوع من الانفجار أو شيء من قبل، ماذا تقول؟ تقوم بقطع التيار فيتوقف هذا التليفون اللعين وترتاح وتقل المواصلات وربما تفشل الدعوة إلى التظاهر أو الاحتجاج. هذا التليفون رئيس أكبر دولة في العالم وأقوى دولة في العالم يقرر في تويتر حسابه الخاص في ثلاث أو أربع سطور الحرب على هذه البلاد والجمارك على هذه البلاد وإرسال جنود إلى هذه البلاد وسحب جنود من هذه البلاد والانسحاب من هذه المنظمة ومعاقبة هذه الدولة. لم يعد ذلك في خطاب ويعني مسائل رسمية، الرجل يدخل بيته ويقرر والعالم يعني يرتعد ويخاف من هذه الرسائل التي يبعثها هذا الرئيس الذي لا أود أن أصفه لأنه على كل حال أبدع فيما يتعلق بطريقته التواصلية ودخل عالم رقمي قبل غيره. الصحافة الورقية اليوم في معركة، وهي ليست معركة الحصول على الإشهار أو رفع المبيعات، المعركة اليوم للصحافة المكتوبة هي معركة وجود، إما أن تبقى وإما أن تنضطر. والدولة عندما رأت أن العملية وصلت إلى درجات منخفضة اليوم في المغرب
تباع حوالي 120 ألف نسخة يومياً في ساكنة 35 مليون من البشر. هذا يؤكد أننا نقرأ 6 دقائق في السنة. لكن علينا أن نطرح العديد من الأسئلة. السؤال الأول، هل لازلنا في حاجة إلى أحزاب تصدر جرائد يومية تبيع فقط العشرات منها يوميا؟ سؤال، هل لازلنا في حاجة إلى الدولة وهي تدفع اليوم سنويا 5 مليارات لدعم الصحف؟ لم يعد مليار، أصبحت 5 ملايير لدعم الصحف. ماذا تدعم؟ تدعم المرجوعات التي هي أكثر بكثير من المبيعات. لا بد من إرادة سياسية قوية لمعالجة هذا الموضوع، وهذه الإرادة السياسية أتمنى أن تتوفر عليها الحكومة المغربية. لا يمكنني أن أختم بنوع من التشاؤم حول مستقبل الصحافة المكتوبة. أظن أنه لا زال أمامها بعض الوقت وليس الكثير من الوقت، وعليها أن تغير أسلوب طباعتها وعناوينها ويعني طريقتها في معالجة المشاكل. وأتمنى أن تتمكن الدولة من إيجاد طريقة ليس للمراقبة ولكن لمواكبة هذا الانفتاح الرقمي ومحاولة بث بعض الأخلاقيات وبث بعض المبادئ المهنية حتى لا تنحرف الأمور وحتى لا تكون مصدرا للإزعاج ومصدرا لعدم الاستقرار. أنا أود أن أشكركم على انتباهكم وأعتذر إن كنت قد أطلت، والسلام عليكم. شكرا للأستاذ محمد صديق معنينو على هذا العرض الذي هو في الواقع شهادة من إعلامي عاصر هذا الانتقال وهذا التحول من الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية.